ضمن الاغنيات اللي يعني تغنت للسيد العالي السيده ام كلثوم، غنت قصيده السيد العالي، غنت اغنيتين، اغنيه قويه جدا بالفصحى التي بدات بها الحلقه، كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اضحى حقيقه لا خيالا. فالقصيده دي كانت ناجحه جدا، وهي اول ما كتب في السد، وغنتها ام كلثوم سنه 59 في مسرح جامعه القاهره قبل البدايه في البناء بسنه. وغنت اغنيه بالعاميه في سنه 64 بعدها. القصيده دي شاعر عزيز اباظه ورياض الصنباطي. مش عارف عندنا يا جماعه جزء منها قصيدة السد العالي؟ اتفضل. نعم. وجات اغنيه تانية لعبد الوهاب محمد، انا اراها ان هي اقل من مستوى ام كلثوم، وعلى المشاهد ان يبحث عنها على اليوتيوب سيجد انها ضعيفه لحنا. بالعاميه حولنا مجري النيل، وكلام يعني لا يليق بام كلثوم، لذلك ما نجحتش، لان انا عندما استمعت اليها اكتشفت ان هي مستواها ضعيف جدا، لا يليق بتاريخ ام كلثوم الغنائي. كانت تختار الاغنيات من عيون الشعر العربي، ولحنها الصنباطي على عجاله، لذلك لم يكتب لها النجاح. زي كده سلق بيض زي ما بيقولوا. انت منحاز. انت منحاز. يعني كلمات قصيده السد العالي لعزيز اباظه كانت يعني كلمات فصيحه من اجمل ومعبره عن الحدث بشكل رائع. يعني صحيح، لان عزيز اباظه كان هو صحيح كان اقطاعي، ولكن كان من انصار حركه الضباط، وكان يقف معهم دائما.